واحنا في كورونا عملنا ودي كانت اغرب لقطه بالنسبه اه لي. كانت حياة كانت حياة بتتعلم. ايوه عمرو يوسف بالنسبه لنا ايه النجم السينمائي الوسيم الكيوت اللي حاجه يعني مشرقه جدا خلاص مبقاش فخر يعني. وبعدين تزوج وخلف عادي برضو لحد ما لما جه كورونا وكنا بنحاول نعمل حلقات مختلفه الناس بنشوف بعض ونطلب من على بعض اونلاين احنا لقينا عمرو يوسف بيطلع لنا البوتي بيطلع لنا القصريه. ايوه اسمها كده اسمها كده. يعني انا عايز اسالك سؤال، مش احنا بنقول قصريه زرع عادي؟ عادي قصريه لوحدها مش عادي وحشه وقصريه زرع عادي؟ لا بس البوتي يعني بوتي ماشي يا ست. لا بس هي الفكره ايه عارف، كانت اول لقطه بالنسبه لي اشوف عمرو بقى في حته تانية يعني في حته القصريه. لا حته الابوه ماشيها الابوه يا مولانا الابوه زي ما حضرتك شايفه. ايه ده؟ ده ات المشاهدين شايفين كويس، دي عبارة عن يعني بوتي أو كما يطلق عليها الفراعنة القصرية. فدي لا فدي الحاجة اللي خليها يا عمرو أنت بتعمل بوتي تريننج لحياة. استنى بس، ده خبر مهم جدا يا جماعة. عمرو يوسف بيساعد في تدريب حياة على البوتي تريننج أو كيفية استخدام الحمام والتواليت، صح كده؟ بالظبط كده، البوتي تريننج. وزي ما أنت شايفة هنا فيها أهي بصي. لا شك إن الأبوة والأمومة بهدلة وقلة قيمة، بس هي دور عظيم. لا امال ايه طبعا، انت طبعا قبل مثلا لو حد قال لك من 6 7 سنين انت هتطلع في التلفزيون وتطلع البوتي وتقول لنا بدل، يا ريت كان حد قال لي قبل. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.